13 مصابا وجنازة عسكرية للضحايا بالأكاديمية. والرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا وزارة الداخلية في عيدها 64. بعد زيارة حافلة، الرئيس الصيني يغادر مدينة الأقصر عقب زيارته لمصر. وشركة صينية عملاقة تنفذ مدينة تحاكي مدينة ديزني لاند بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر. والحكومة تقول صرف مرتبات العاملين بالدولة هذا الشهر في موعدها.